حينما تأتيك التصريحات من وزراء في الحكومة العراقية أنه أيها الناس اسمعوا واعوا أن بلادكم قادمة إلى الإفلاس وإلى الانهيار، ويطرح حلولا علنا وعلى الهواء مباشرة وأمام جمع من المختصين ومن التكنوقراط ومن المعنيين بالأمر أنه فيما إذا بعد سنون قليلة أنه لن تتمكن الحكومة العراقية من دفع رواتب الموظفين، أو قد تلجأ إلى أن تتراكم هذه الديون وتتفاقم، وستدخل الحكومة في أزمة خانقة. ويعلل السبب التاريخي اللي احنا بعدنا نزحف استونا صرنا، وانه العراق اقتصادي احاد الجانب، نبيع نفط زين هناك، هاي عمرنا كله قضيناها، واذا ما انتقلنا الى صفحة اخرى فانه الوضع سيكون بهذا، وانه القضية ستكون بهذا الشكل. أنا هنا أقف عند هذه النقطة بجملة من الاستفسارات. المتحدث هو رجل في الحكومة العراقية، وأنا أعرف الذي يشتغل مع حكومة ما يكون مضطرا، وبالتالي المهنة وشرف المهنة يفرض عليه أن يكون ولاءه لهذه الحكومة، وعندما لا يؤمن بها يذب استقالتهم رئيس الوزراء ويطلع. زين طيب، أنت الذي خرجت به من تصريح، هسه أنا ما أرد أقول خطأ، لكن عندما تصدره إلينا ماذا تريد معالي الوزير؟ احنا سمعنا واستوعبنا وأدركنا وأيقنا. تريد تقول يابا ترى انتم منا الخمس سنوات ما عندكم فلوس وما عندكم رواتب، تريدنا نطلع تظاهرات مثلا، تريدنا ننقلب على الحكومة؟ ما احنا كل عمرنا مراضين على الحكومات، كل الحكومات اللي اجتي لم تنتج شيء، وان جاء منهم احدا يستطيع ان يقدم خدمات وقفوا للوليدات بالشارع وسووا ما سوى. طيب معالي الوزير، ناقشت هذا الامر مع حكومتك في مجلس الوزراء الذي انت جزءا منه؟ قدمت مقترحات، كان من الأجدر بك أن تقول لنا من الذي يعطل مشروع تعددية الاقتصاد العراقي، كان لك أن تقدم لنا مقترحات، ما هي الأولويات، ما هي المقترحات، ما هي السبل التي من خلالها أن تنتقلوا إلى اقتصاد آخر. وإحنا ياهو اللي نناقشه من الولد، لو يسوي لك يا سودة مسخمة، لو يسوي لك يا قمرة وربيع، هذا التيهان الذي تعيشه الناس في ظل قيادتكم، وين تردون توصلون بالناس؟ وهذا الحديث بعدما انتهت الدورة الحكومية تطلعون على الناس بهذه التصريحات. خلف الله عليكم ورحم الله والديكم وبارك الله بكم وما قصرتوا، واحنا حاضرين، واحنا مثل ابو الحصين، زاد الشط نقص الشط هي لقى، شو ما شاء الله 35% ناس عايشة تحت خط الفقر، ناس عايشة بعشوائيات، ناس عايشة ببيوت من صفيح، ناس تاكل من الزبالة، وناس مدخومة اللي يشتغلون مع الجماعة. بعد هو شنو الجديد؟ كان يفترض يا معالي الوزير انه انت تحكي لنا من اللي عطل هذا المشروع؟ ليش ما حد صار هسه هاي الحكومة عمرها سنة، سنة ونص، سنتين، هاي التحديات. سيد الكاظم عنده تحديات، عادل عبد المهدي عنده تحديات، العبادي عنده تحديات، المالكي عنده ام التحديات، الجعفري عنده تحديات، علاوي عنده تحديات، ايش وقت راح تخلصون من هالصفصطه ومن هالميتافيزيقيا الغريبه العجيبه، هذا سعه الخيال اللي عندكم، ايش وقت راح تخلصون منه؟ وايش وقت راح نخلص من هذا النفاق والشقاق والكذب والتحايل؟ نقول لكم يابا، يقول لكم حل. أنا دائما أقول المسؤول مو محلل سياسي، المسؤول مو خبير اقتصادي، المسؤول مسؤول صاحب قرار يجينا بقرار. ومع هذا شوف الآن الحرص اللي دا يصير على طبيعة النتائج
وشلون احصل حصة فلان وحصة فلان. لو اكو حرس مثل الحرس اللي الان شلون يصير فلان زعيم ورئيس بمعالجة الاقتصاد العراقي، والله كان عبرنا دبي. بس ماكو حرس، والبي غيره منين اجيب لنا؟